ما شاء الله خوت، كديرين بخير؟ لاباس عليكم، اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. الفيديو هذا غادي يكون قصير، بغيت نتقاسمه معكم. غنمشيو نشوفوا واحد فضاء رياضي في هواء الطرق، داروه مؤخرا جديد في العاصمه الرباط. الرباط عاصمه الانوار والثقافات. بغيت نشارك معكم، وما تنساوش خوتي العزاز تخليوا لي التعليق ديالكم كيف جاكم هذا الفيديو، ولي لايك. ومرحبا باي واحد دخل قناه مروان فلوغ، مينساش الاشتراك ومينساش تفعيل الجرس. تفعيل الجرس غادي يبان لكم واحد الجرس صغير، حيت الاشتراك فعلوا ديروا لي تفعيل. ومرحبا بكم في اي حاجه حطيتها جديده. يلا دعي. بالضبط اخوت، حنا حدا القمره. هاد البلاصه هادي بصراحه تغيرت بزاف وتزادوا فيها بزاف المرافق. كيف كتشوفوا معايا الخوت، هاد البلاصه هادي شكون اللي غادي يلاحظ بالفرق؟ الناس اللي كانوا تيقراو في مدينه العرفان، والناس اللي تيقراو في العرفان، والناس اللي كيدوزوا من هنا بزاف هما اللي غادي يلاحظوا بالفرق. هاد البلاصه هادي داروا فيها بزاف المرافق كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، داروا ملاعب ديال كره القدم وملاعب ديال كره السله. وكيف كتشوفوا معايا، يعني هاد البلاصه تغيرت بزاف وتصلحات بصراحه. كاين فرق بزاف. نتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم الاصدقاء ديالي. ما تنساوش تدخلوا لصندوق الوصف، غادي تلقاو الانستغرام ديالي. مرحبا بكم ومرحبا باي واحد بغي يتواصل معايا. بحال هاد المشاريع ديال ملاعب ديال القرب خاصهم يكونوا في اي بلاصه. علاش؟ حتى الشباب دابا تلقاو فين تيفرغوا الهوايه ديالهم، تلقاو فين يلعبوا، تلقاو الاسباس فين يخرجوا ويفرغوا الطاقه ديالهم. بصراحه البلاصه هذه دروه زوينه. يلاو معايا الخوت، غادي نديكم تمشيو تشوفوا التجهيزات الرياضيه اللي داروا. بقوا معايا. صراحة الخوت غير الواحد الا ما بغاش يجي يطريد، يعني هنا في الرباط كلشي داروه اليوم قريب بالنسبه للفضاءات الرياضيه، ملاعب القرب وتجهيزات ديال الرياضه. كيف كتشوفوا معايا الخوت في هذا الفيديو، اون فاست لينا كاينه واحد الغابه تهي زوينه، تيجيو ليها الشباب تاعهم وتيجيو ليها الناس بالعائلات ديالهم كيتمشاو كيجريو. اجيو نشوفوا هاد الفضاءات الرياضيه اللي داروا. نتمنى من الشباب يحافظوا على هاد الفضاء باش يبقى ليهم ويبقاو دائما يمارسوا في الهواية ديالهم. خوتي العزاز، ما تنساوش تخلوا لي التعليق ديالكم كيف جاكم هذا الفيديو، وتهلاو لي فراسكم. وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد في شي بلاصه اخرى وشي خريجه ثاني مختلفه ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم ورمضان مبارك سعيد، الله يعاونكم الخوت.